بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا حضورنا الكريم على بركة الله وحفظه أيها الإخوة، نجدد لكم هذا اللقاء الجميل، هذا اللقاء المميز هنا على أرضية هذا الميدان، ونتمنى إن شاء الله كل التوفيق والناموس للأخوة المشاركين في رياضتنا العربية الأصيلة وشوطنا الحادي والعشرون. انطلق منذ هذه اللحظات الجميلة والمركز الأول منصورة لخليفة بن راشد بن سويدان الخاطري، النقلة على مخيفة وصالح بن أحمد بن صالح بن أحمد بن خلف القبيسي، ما شاء الله حاضر متابع هذه الانطلاقات الجميلة. الذهبة على المركز الثالث وسعيد بن مطوع ضحي على اجتبي، بينما اللي في المركز الرابع أيها الإخوة اللي في رابع المراكز هناك وصلت الذيبة علي بن أحمد الرزي الشامسي، أبو أحمد حاضر ومتابع لهذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة. بن دغيش حل مع هملولة هناك بخامس المراكز، سيب بن راشد العبيد بن دغيش الاجتبي، وفي المركز السادس وصلت في هذه اللحظات تبي سعيد بن حارب السلطان بن واس الاجتبي، بينما اللي في المركز السابع طاعة وسيف بن مطر بسيف بن لاحج الهاجري، وثامن المراكز هناك من ضبيان وسليم بن حنيس بن حصيبان العويسي، وتاسع المراكز أظني ولا المركز الثامن وصلت في هذه اللحظات الطويلة وأحمد بن محمد بن حلوكة الخاطري، وتاسع المراكز أتى التصريح وعمير بن عبد الله بن محمد الغفلي، وفي المركز العاشر شوي لو تأخرنا يا محمد حسين، هذا دينونا الممتاز في كل عام محمد حسين يجيه هنا ويشاركنا شعار عاشر المراكز الشاهنية علي بن خليفة من بليشة على اجتبي. هكذا كانت نتيجتنا أيها الإخوة، هكذا كان الوصف التفصيلي لانطلاقاتنا الجميلة والمميزة في هذا العالم الجميل، في هذا العالم الساحر، في هذا العالم المميز. يا سلام يا سلام يا منصورة والخاطري هناك اشتل بعد وياها، اشتل مع منصورة على المركز الأول متابع ومنفرد بالمركز الأول للسيد خليفة بن راشد من سويدان الخاطري. يا سلام يا هالي السوان وصبحكم الله بالخير، أنا بقول صباحكم بخير إن شاء الله. إذا تم السير على هالمنوال أظني في ظني وتقديري هناك الناموس سوف يرحل لمستحقين لمحبين هذا الشعار الجميل، هذا الشعار المميز. اللحظات المنفردة فيها منصورة على المركز الأول، اللحظات المنفردة فيها منصورة بمقدمة هذا الشوط. على العموم سوف نتجه هناك إلى المركز الثاني، إلى المركز الثاني يا محمد حسين شوي لو تخف مترك وتعطينا المركز الثاني لكي نعطي كل حق حقه هنا في هذا العالم الجميل، في هذا العالم المميز. مخيفة وصالح بن أحمد بن صالح بن خلف القبيسي، وفي المركز الثالث الذهيبة سعيد بن طوع بن ضحي الاجتبي، المركز الرابع علي بن حميد الرزي الشابسي، وسادس المراكز هناك طاعة لسيف بن مطر بسيف بن لاحق الهاجري، وسابع المراكز هملولة سيف بن راشد العبيد بن دغيش الاجتبي. التواصل المستمر أيها الإخوة، والخاطري الخاطري يقول أنا ملك هذا الشوط حتى هذه اللحظات، يقول منفرد لحالي، منفرد لحالي بشخصيتي وبشعاري على المركز الأول حتى هذه اللحظات. يا منصورة السوان، يا منصورة السوان، يا منصورة بن سويدان، ما شاء الله خليفة بن راشد بن سويدان الخاطري. أقول سلام، أقول التحية، أقول الاحترام لحالي السوان، ولا هناك كلام رأي آخر لبقية المراكز لبقية الأسابيع. على العموم طاعة في المركز الثاني سيف بن مطر بسيف بن لاحج الهاجري، المركز الثالث وصلت الذيبة علي بن أحمد الرزي الشامسي مقدم الذيبة بثالث المراكز. روح يا أبو أحمد، أروح يا أبو أحمد لمسهالات في هذه الشوط وفي هذه الأمور الجميلة، بينما اللي في المركز الثاني نيران رع الوسمي، شعار الوسمي قادم منتقلا من موقع إلى موقع، وأحمد بن راشد بن سيف البلوشي، البلوشي عزم على المركز الأول، ولكن منصورة
منصورة منصورة منصورة خليفة بن راشد بن سويدان الخاطري روح راعي طاعة من سيف من مطر بن سيف بن لاحج الهاجري من يقدم طاعة الأمتار الأخيرة يا الخاطري الأمتار الأخيرة يا الخاطري يراعي منصورة يراعي منصورة وصلك بن لاحج وصلك بن لاحج يا بوي يا بوي يا بوي السبق طاع السبق طاع السبق طاع يا بن لاحج يا بو هلاد يا بو هلاد يا راعي طاعة سيف بن مطر بن سيف بن لاحج الهاجري راعي المربوب وهالي المربوب يبتسمون مع هذا الشعار سلام سلام بن لاحج سلام سيف بن مطر بن سيف بن لاحج المركز الثاني للسيد أحمد بن سيف البلوش المركز الثالث لسليم بن حليس العويسي وفي المركز الرابع خليفة بن راشد بن سويدان وخامس المراكز أيها الإخوة راعي الذهبة سعيد بن مطوع بن الضحي يعني اشتبه التوقيت الزمني أيها الإخوة 5:56 ثانية 21 جزء من الثاني تهاني لأول نمر.